هل غسل الجمعة واجب أم مستحب؟ غسل الجمعة الصحيح والذي عليه الجمهور أنه مستحب وليس واجبا، بدليل الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم. ما حكم الاستماع لأشرطة بعض المخالفين في الوعظ والإرشاد؟ والله أنا ما أحكم على أشرطة حتى أسمعها، أقول هذه يستمع إليها أو لا يستمع إليها، ما أحكم عليها، ما أدري. نعم.